السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي السيكتور جوج العمارة أربعة السفلية غنصورها بوحدها والطابق الأول والثاني والثالث والرابع راه عندهم نفس البلان كما كنشوفوا هنا مع كندخلوا مع الباب كنلقاو الثلاجة على اليمين واليسار أربعة هادو بجوجهم كيشوفوا في السيكتور جوج لداخل هنا الصالون وهنا البيت سمحوا لي كنزرب شوية لأنه على حساب الوقت وكنحاولوا ما امكن نقربوا اكبر عدد ديال الناس ان شاء الله من البريطمات ديالهم. رسميا اختي هذه الكوزينه ديالك خويا الغزال، الله يسهل عليكم كاملين ويفرح الجميع يا رب، الله يسخر لكل واحد ولا يعطيكم باش تخلصوا وتقادوا اموركم. ثلاثه انفاس مع الربعه، هادو جاوا واحد الباب هنا كما كتشوفوا، هنا التواليت مع الدخله ديال الباب على اليمين، هنا الصالون، هنا البيت، هنا البيت، وهنا الكوزينه ولاكور. غادي نشوفو، غندخلو نيشان عندنا الدروج على اليمين، غنمشيو نيشان عندنا الواحد والجوج، والله إلا عندهم الزهرة الناس اللي في السفلية هادو كلهم محلولين. غندخلو هنا السيجور، الصالون، كوزينة نعم أختي، كوزينتك هانتي، الثلاجة والمسائل ديالك، لاكور شي يشوف الداخل. هنا بيت وهنا بيت نعاس، هنا الطواليت، النقا والأناقة، الله يسخر الأمور، الله يسخر الجميع. حدا الواحد كاينة الجوج، حنا في العمارة رقم أربعة سيكتور سيكتور جوج كما كتشوفوا هنايا. هنا بيت، هذا الدار ديالك يشوف في السيكتور واحد، ولكن باش تعرفوا التسليم راه على الابواب، واحتمال كبير انه الاثنين انتم كتشوفوا هنايا راه بداو كيعزلوا السيكتور، يعني راه الخدمه غتكون واحد 48 ساعه، غيكون درك كبير ديال الخدمه باش ان شاء الله اللمسات النهائيه، اللمسات النهائيه. هنا السفليه ديال العماره رقم 4 السيكتور 2 صورنا لكم الواحد وجوج وثلاثة وربع اللي حدا الباب، غنطلعوا مع الدروج نصوروا البرومي، البرومي بحال الدوزيام التروازيام الكاطريام. ما تنساوش الاشتراك قبل ما تكملوا اللايف، قبل ما تكملوا الفيديو. هنا الدروج، مع كندخلوا مع الباب كنلقاو رقم 4 واليسار 3، دخلوا الثلاثة هي الأولى على اليسار، الصالون، السيجور، هنا بيت وهنا بيت، وهاد البيوت بجوج كيشوفوا هنا في الجريدة. نعم أسيدي في الجريدة، غندير الحلوة تشريج مع هكذا. الله سديت على صبعي، والله الا سديت على صبعي كما كتشوفوا، والله الا كليتها في صبعي بالله. هنايا الطواليت وهنا هنا الكوزينه كما كتشوفوا، الكوزينه اللي كتشوف هنا الماء، الامور اللهم بارك، الماء راه كاين حاضر. هاد البيت هذا ما دخلتش، غير ما دخلتيش البيت ديالي، اللهم يسير. غير عذرونا الاخوان، والله العظيم راه ضغط كبير ودرك كبير. هانتوما السيجور، رسميا اللي في البرومي، اللي في البرومي ديال العمارة رقم 4 وفي برطمة 3 في الطابق الأول ها هي والربعة ها هي كما كتشوفوا الأمور كيفاش دايرة. والله ما عقلت واش دخلت هنا وعاود دخلت، لا ما عاودتش دخلت. هانتوما الكوزينة هنا فين كتشوف، هنا غادي نرجعو، عندنا الطواليت هنايا، عندنا بيت هنايا، وعندنا بيت هنا. هذه بالنسبة للربعة، ها الباب، ها التلاتة والربعة حداها. غادي نجيو الاتجاه الآخر، هنا الواحد وحداه الجوج، كنزرب غير سمحوا ليا. هنايا الصالون والسيجور، هذا بيت، وهذا بيت، هذه الطواليت، وهذه الكوزينه. اللي كنأكد عليه واللي كنبغي الاخوان باش يعرفوه بلا ما نصور الطروازيام والدوزيام والكاطريام، لانهم بحالهم بحال البرومي، فهمتوني؟ يعني اللي عنده البرطما رقم واحد ولا البرطما رقم جوج في الطابق الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع فراه بحالهم بحال هادو، واللي عنده البرطما رقم ثلاثة ولا أربعة في الطابق الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع في العمارة رقم أربعة راهم بحال جوج براطم اللي دوزتهم. دابا ندخل دابا البارطمان رقم جوج،
هنايا الدخله عندنا الصالون هو هنا، وعندنا واحد الكليسه هنا، كل واحد كيفاش غيدير المسائل ديالو. الله يسخر للجميع. هنايا بيت وهنا بيت، هادو راه كيشوفوا جهه السيكتور واحد. هنايا عندنا الكوزينه، الكوزينه نعم سيدي او الاخت ديالي اللي غتكون هنا ان شاء الله. فالكوزينه ها هي، ربما بنادم يدير واحد الخاميه على الوقت هنايا او ما شابه ذلك، ويكحزها وهذا يكون داكشي مستيلي زويون. هنا كنشوفوا كيطل داكشي في الهواء الطلق، اللهم بارك. هنا كنشوفوا لا كور ديال التحت، داكشي مهوي تبارك الله، يعني الطياب وهذا ما كاينش فيه المشكل، داكشي يكون زويون. وفي الصيف القضيه مهويه، الله يسخر الامور. ما تنساوش الاشتراك والبارطاج باش نحاولوا نزيدوا نعطيو اكثر، كما قلت لكم بحال البرومي بحال الدوزيام بحال التروازيام بحال الكاتريام. والسفليه راكم شفتوها، كنا في العماره رقم 4، العماره رقم 4 في السيكتور 2، العماره رقم 4 في السيكتور 2 باش ما ننساش. وليت كندوخ سبحان الله، رجعت كتشوف الجريده هنايا، والله الا وليت كندوخ مع طلع هبط. ها انتوما، الله يسخر يا ربي، الله يسخر يا ربي للجميع.